عضو في لجنة بناء السلام وفي مجلس الأمن. تؤكد الجزائر على استعدادها للمساهمة في استعراض هيكل بناء السلام المقبل من أجل تعزيز نجاحه والنظر في أوجه قصوره ومعالجتها، حتى يتسنى للجنة تلبية تطلعات الجميع ولا سيما البلدان التي تعاني من النزاعات. نحن على قناعة بأن لجنة بناء السلام لها الإمكانات اللازمة كي تكون أداة قوية مكرسة للعمل على نحو ناجع وفعال في الحيلولة من النزاعات والتدخل في حالات ما بعد النزاع من أجل الإعمار. بالمثل، لا يجب علينا أن نغض الطرف عن سبب إنشاء هذه اللجنة وهدفها الأسمى، ألا وهو تقديم المشورة الاستراتيجية لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. ومن ثم فنحن بحاجة إلى مزيد من التواصل في اللجنة مع هاتين الهيئتين الرئيسيتين في الأمم المتحدة. هذا التواصل يجب أن يركز في المقام الأول على استراتيجيات على المدى الطويل عوض إدارة الأزمات على المدى القصير. علاوة على ذلك، نود أن نؤكد على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الشراكات بين لجنة بناء السلام والاتحاد ومجلس الأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إن هذه الشركات حيوية ولا غنى عنها لضمان النجاح في جهودنا المشتركة في مجال الأمن والسلم عملا بالفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. ختاما، يسرني أن أعلن أن الجزائر ستقدم مساهمة طوعية بقيمة 100,000 دولار لصندوق بناء السلام لفائدة جنوب السودان. شكرا. أشكر صاحب المعالي وزير الخارجية. و إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد غطوف في اجتماع وزاري للجنة بناء السلام للأمم المتحدة بنيويورك. نعود لتفاصيل هذه الكلمة بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن أعلنت الحكومة اللبنانية الخميس أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية في عموم البلاد منذ أكتوبر الماضي بلغت 1,540 شهيدا وأكثر من 5,400 مصاب، فيما ارتفع عدد النازحين من جنوب وشرق لبنان إلى أكثر من 77,000 نازح. وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية في تقرير لها، قالت إن الاحتلال الصهيوني شن إلى غاية الأربعاء أكثر من 7,000 غارة أو قصف و248 قصفا بالفوسفور و133 عملية إطلاق نار أثناء المدة المذكورة. في حديث الجزائر الليلة نبحث مع تصاعد وتيرة القصف على لبنان ما مآلات الجهود السياسية وحدود التهدئة، وفي ظل تعدد الجبهات هل الاحتلال الصهيوني قادر فعلا على اجتياح لبنان بريا، وما دلالات تكثيف عملية الاغتيالات الصهيونية لقادة حزب الله. مشاهدينا الكرام، للتفصيل في المحاور التي ذكرتها منذ قليل، يشاركنا النقاش الليله كل من الدكتور فاروق طيفور استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. اهلا بكم دكتور، مرحبا. ومعنا ايضا الدكتور محمد دغليان استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. اهلا بكم دكتور، مرحبا. اهلا. ومعنا ايضا من بيروت كل من العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. اهلا بكم سياده العميد، مرحبا. مرحبا، اهلا. اهلا بك. ومعنا ايضا الاستاذ حسن فقيه الصحفي اللبناني، مرحبا بكم استاذ فقيه. اهلا.
مرحبا بك وبجميع المشاهدين، أنا معكم من جنوب لبنان. أهلا بك. إذا أبدأ مباشرة مع سيادة العميد ناجي ملاعب، كيف تقيمون عمليات القصف وما هي المعطيات على الأرض في ظل تواصل الحديث عن عملية اجتياح بري يخطط لها الاحتلال الصهيوني ويتخوف منها وتخوف منها الهيئات الدولية؟ اولا شكرا للاستضافه والتحيه لك ولزملاء الباحثين معك لم يعد ينطلق علينا شيء، نحن ماذا يشعر امام حكومه في ارتكبت شاجر في غزه، رفعت شعار لا تستطيع تطبيقه عدلا بشكل فسدت هو المقاومة وتحرير رهائن، وبالتالي لن تستطيع لا تحرير محتجزيها ولا القضاء على حماس. لذلك حق يعني كان هدفها المعلن شيء والهدف المضمر هو احتلال غزة، هي ما تم كل الخطط حتى البقاء في غزة واحتلال هذه. نعم، طيب سنعود لذلك أستاذ ناجي ملاعب وبالتفاصيل. أستاذ حسن فقيه، أنتم معنا من جنوب لبنان، كيف هي الأجواء هنا قوما والوضع بالتحديد؟ هل ما يزال القصف على ذات الوتيرة التي كان بها الأيام الأخيرة؟ يعني عزيزتي أنا أسميت هذه الليلة بأنها ليلة المقاومة نظرا للردود الكبيرة من المقاومة على العدو الصهيوني. لذا وعبر قناتكم أؤكد لكم أن مرحلة الردع الكبيرة بدأت من العدو الصهيوني بعد تكثيف هذا العدو لاعتداءاته على القرى التي يعني تضم عدد كبير من المدنيين، وهو يستهدف المدنيين الآمنين في منازلهم ويقتل منهم عددا كبيرا مع الأسف. يعني خلال هذه الخمسة أيام التي صعد بها من عدوانه هناك 1500 شهيد ما بين جنوب لبنان وبقاعه وضاحيته ومحافظة جبل لبنان، أيضا فقط محافظة الشمال يعني لم تتعرض لاعتداءات إسرائيلية حتى اليوم. ولكن يعني أنا أريد أن أقول لك هذه الاعتداءات، هذه التطورات هنا في جنوب لبنان وما يقوم به العدو الصهيوني لم يستطع ردع المقاومة. عزيزتي إن أي تنظيم في العالم يصيب بما أصيبت به المقاومة من جراء هجوم إرهابي على أجهزة الفيجر والأجهزة اللاسلكية لكان انهار خلال فترة الحرب، ولكن بحمد الله وبعد هذه الانفجارات وبعد هذه التفجيرات استطاعت المقاومة في لبنان أن تقصف تل أبيب بصاروخ باليستي، كما استطاعت المقاومة في لبنان أن تقصف حيفا وأن تدمر يعني عدة أماكن استراتيجية لجيش العدو. أنا أتواجد في جنوب لبنان، أنا أشاهد هذه الرشقات الصاروخية التي تنطلق من جنوب لبنان في سياسة قاعدة الردع. ولعل السؤال لو تسمح لي يدور اليوم عن أن العدو الصهيوني يصاعد ويقتل المزيد ويعني يتمادى في همجيته، فكيف سيكون رد المقاومة في الأيام المقبلة؟ نحن لا نحلل هذا الموضوع، ولكن أستطيع أن أقول لك أن المقاومة بعيدة جدا على أن تكسر. لا يمكن أن تكسر هذه المقاومة. ماذا عن الحاضنة الشعبية أستاذ حسن فقيه؟ عزيزتي أن الحاضنة الشعبية للمقاومة صلتها وارتباطها مع المقاومة هو ارتباط الدم، فهل يمكن أن يتخلى أحد عن الدم؟ لا يمكن أن يتخلى أحد عن هذا الموضوع. في كل بيت في هذه الحاضنة الشعبية هناك شهداء ارتقوا دفاعا عن لبنان، وفي كل بيت في هذه الحاضنة الشعبية أم خسرت ابنها أو فتاة خسرت أباها أو غير هذه صلة القرابة بين هؤلاء، فلا يمكن أن تتخلى هذه القاعدة، وهي لا يمكن أن تقبل بأن يكون هناك تنازل أو تخلي، لأننا نعتبر هذا التخلي تخلي عن كرامتنا. لذا الحاضنة الشعبية هنا ما زالت متمسكة بخيار المقاومة بالرغم من الاعتداءات الإسرائيلية، بالرغم من القصف الإسرائيلي، متمسكة بخيار المقاومة إلى أبعد حدود. نعم، طيب الحكومة اللبنانية تحدثت عن استعمال أسلحة مخضورة وأقصد بهذا الفوسفور في عمليات القصف.
بالتأكيد أن العدو الصهيوني منذ بداية جبهة الإسلام في 8 أكتوبر يستخدم القنابل الفوسفورية، وهذه سياسة تدميرية ممنهجة لقتل الحياة في القرى الحدودية، يعني لكي يقتل الحياة في هذه القرى، لكي يقتل إمكانية الزرع في هذه القرى، لكي يقتل في هذه القرى إمكانية عودة المواطنين إليها بعد انتهاء الحرب. ولكن هو لا يعرف طبيعة الشعب اللبناني. الشعب اللبناني شعب عنيد، وبخاصة شعب الجنوب، سيعود إلى القرى الحدودية، سيزرع هذه القرى الحدودية فور انتهاء الحرب، يعني بعد دقائق من أن يعلن انتهاء هذا الحرب بهزيمة هذا العدو إن شاء الله، سيعود الجنوبيون إلى قراهم وإلى بلداتهم مباشرة، وهم لم ولن يتخلوا عن هذه القرى وهذه البلدان. نعم، ماذا عن عمليات النزوح؟ هل ما تزال هي نفسها منذ اليوم الأول لبداية هذا العدوان؟ وأين يتجه النازحون بالضبط؟ يعني عدد كبير من الجنوبيين الذين كانوا يتواجدون في مناطق النبطية وضواحيها وصور وضواحيها اتجهوا نحو مناطق بيروت والجبل، ما استطاع منهم، ولكن أيضا هناك عدد كبير جدا جدا أكبر من عدد الذين نزحوا ما زالوا هنا في قراهم في الجنوب اللبناني. وأنا أجريت جولة ميدانية على هذه القرى، وهناك عدد من الصامدين في منازلهم، ولكن بطبيعة الحال وبظروف الإنسانية وبميل الإنسان لحماية نفسه عليه أن يتوجه بالطبع إلى مناطق أكثر أمنا من المناطق التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، الذي نعرف جيدا أنه يستهدف المدنيين. يعني كل هذه المسرحيات التي يحاول أن يدعيها عبر وسائل الإعلام ما هي إلا كلام فارغ لا أساس له من الصحة، لا يقدم ولا يؤخر أبدا. نعم، إذن أشكركم الأستاذ حسن فقيه الصحفي اللبناني، طبعا نتمنى لكم السلامة في ظل حديث الآن وأنباء عن أن سلاح الجو الصهيوني بدأ موجة جديدة من الهجمات على لبنان. شكرا جزيلا لكم. إذن أستاذ طيفور، كيف ترون الجهود الدبلوماسية في ظل هذا التصعيد؟ بنيامين نتنياهو ماضي في عملية القصف، منذ اليوم الأول تم تشبيه المشهد اللبناني بالمشهد الغازي، قصف متغمد، تهديم للبناء التحتية، ما الذي يهدفه الاحتلال من هذه العملية أو بهذا الشكل من عمليات القصف؟ بدون شك أن الاحتلال والكيان الصهيوني اليوم يعطي الدليل آخر على حالة الفشل الذريع في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويريد أن يخفي هذا بعد سنة أو ما يقارب سنة من طوفان الأقصى. نعم. وحالة الفشل في إنجاز في عدم إنجاز أي انتصار عسكري على المقاومة، وما تزال المقاومة إلى اليوم، وكأنه يريد أيضا أن ينقل الصورة العالمية من غزة إلى بلد آخر لكي يمكن، هل هو هروب إلى هروب إلى ساحة هي حتفه الآخر. ولذلك فالقراءة أعتقد المسوقة عالميا في نقل الصورة من غزة، حالة الدمار والإبادة الجماعية الموصوفة واللي أصبحت اليوم عند كل العالم، عند كل أحرار العالم مدانة، وتحتاج إلى إجراءات، وكنت تتحدث تحتاج إلى إجراءات عملية، إلى أدوات تطبيق وقف إطلاق النار، ويعني إدانة كلية لهذا الكيان، وكأنه يريد أن يستقبل 7 أكتوبر من يعني في هذه السنة بصفحة أخرى، يريد أني قد طويت صفحة غزة، ويعني قد حققت بعضا من الأهداف الموهومة التي لم يحقق ولا أدنى هدف منها، خاصة نقول على المستوى النصر العسكري الذي يسوق فيه يعني النتائج وإن صح التعبير انتصارات زائفة. يريد أن ينقل هذه الصورة إلى 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 حتفه الآخر، لأن ما يحدث الآن أيضا في المواجهة في للمقاومة في لبنان يعني تعطي صورة أخرى. الصحفي حسن فقيه سماها بليلة المقاومة ليلة بعد ردود حزب الله اللبناني. لماذا؟ لأنه هو من خلاله ضرب البنية الاتصالية التحتية لحزب الله في المحاولة تاع البيجر هذه، في يعني إن صح التعبير أراد أن يعطي وكأنه طوفان صهيوني في 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 هذه المناسبة. ولكن الحادث الآن على مستوى الميدان هو أن هذه الحادثة أعطت فرص أخرى للقول على أن هذه جبهات الإسناد
والمساحات ووحدة الساحات التي كانت موجودة. نعم. والجبهة اللبنانية هذه لم تكن عبثية عندما كانت تسند المقاومة، ولكن كانت لها تأثير كبير وكبير جدا على هذا الكيان، بدأ يقر به عندما توجه إليها. نعم. وأكثر من 100,000 صهيوني الآن من المستوطنين النازحين، ويريد هو الآن أن على أقل تقدير يحرر 23 كيلومتر في مساحة حتى نهر الليطاني، من أجل أنه يعيد هؤلاء المستوطنين الذين يشكلون له. نعم. أزمة خطيرة جدا تتصاعد على مستوى الداخل الصهيوني. لذلك هذه المعادلات وهذه المتغيرات الأساسية الرئيسية هي التي تحركه نحو تصدير أزمته الداخلية، وإعطاء على الأقل تقدير من خلال، ويريد لشركائه وحلفائه أن يدخلوا مباشرة الآن، وليس فقط عبر الدعم اللوجستي والدعم الاستعلامي، وأيضا يعني إعطاء الحصانة الدولية بشل المؤسسة الدولية على أن تمتلك إجراءات عملية من أجل وقف إطلاق النار. طيب. وإبعاد المنطقة عن هذا الدمار الذي أحدثه هذا الكيان الصهيوني. نعم. طيب، الحديث عن المساعي الدولية أو تعطيل المؤسسات الدولية من أجل أغراض أو أهداف معينة واضحة منذ البداية، أستاذ محمد غليان، نحن نتحدث عن تصعيد للقصفية اليوم الخامس على التوالي، تحدثت الآن أو أعلنت عن موجة جديدة من القصف قام بها ويقوم بها في أثناء سلاح الجو الصهيوني. أيضا تابعنا اليوم خبر حزمة جديدة من المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني من قبل واشنطن، ثم في ذات الوقت تخرج واشنطن لتتحدث عن نية أو إطلاق مفاوضات من أجل التهدئة. هذه المعادلة الثلاثية كيف نفككها؟ هذا هو التناقض الحقيقي، هو من الإدارة الأمريكية الحالية، هي من جهة تكتف محاولات الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي، ولا سيما الاجتماع الأخير الذي صدر عنه بيان من قبل عدة دول عظمى في العالم. هذا البيان ما هو إلا إعادة صياغة لهدف مجرم الحرب نتنياهو بفصل جبهة الإسناد، جبهة المقاومة اللبنانية. نعم. الشمالية عن دعمها لفلسطين. المشكلة واضحة جدا، المشكلة تنتهي هذه الحرب ولا يمكن أن تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية مرتقبة. نعم. هي المشكلة واضحة وليس في غاية التعقيد، هي وقف الحرب على الشعب الفلسطيني. نعم. اليوم الحكومة المتطرفة، هذه الحكومة الإجرامية المتطرفة في الكيان الصهيوني، بدأت حرب إبادة بشكل تدريجي، بدأت في غزة، انتقلت إلى الضفة الغربية، والآن تنتقل إلى لبنان، ولا نعلم ماذا بعد لبنان. إذا لم يتم وقف هذه الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، فإن الأمور ذاهبة بشكل دراماتيكي إلى حرب إقليمية، ذاهبة بشكل دراماتيكي إلى حرب إقليمية، وهذا ما يسعى لها هذا مجرم الحرب نتنياهو، يسعى أن يورط العالم في حرب إقليمية لتحقيق أهداف وغايات غير معلنة من الحرب، وهي توسيع وإقامة الحلم الصهيوني المعروف، إقامة دولة إسرائيل الكبرى. هذا ما يسعون له في هذا الوقت بالذات. وجد هذا المجرم نتنياهو فرصة لكي يعمل أو يخرج مخططاته الاستعمارية القديمة الجديدة من أجل التوسيع على المنطقة وترتيب، وهذا الأهداف تلتقي مع الإدارة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية تلتقي من أجل ترتيب وضع الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة كل الأمر أكبر من تحييد حركة حماس أو تحييد حزب الله عن المعادلة في الشرق الأوسط. هذا هو الذي يريد أن يلتفوا حواليه، سواء بالحراك الدبلوماسي، هم يقولون في البيان المشترك الذي صدر عن هذه عن هذا الاجتماع الدولي، يقولون هدنة مؤقتة من أجل وقف الحرب أو إطلاق النار في لبنان من أجل إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية. ماذا يعني ذلك؟ إذا أوقفوا الحرب على لبنان أو تم إيقاف الحرب بشكل مؤقت كهدنة مؤقتة، معنى ذلك أن لبنان حيدوها تماما عن إسناد أو دعم الشعب الفلسطيني. والمقاومة اللبنانية هي كلما تضرب في العمق الصهيوني تقول دعما لفلسطين
ودعما للبنان. نعم. طيب السيادة الحميد ناجي ملاعب في الوقت الذي استهدف فيه حزب الله مطار مجيد وقاعدة غاموس، يتحدث الاحتلال الصهيوني في هذه الأثناء عن مهاجمة مباني عسكرية ومنصات ومستودعات ذخيرة لحزب الله، يقول أنها في عمق لبنان وفي جنوبه. بناء على هذه المعطيات الميدانية وهذا اليوم الخامس من المواجهة بين الاحتلال الصهيوني وحزب الله، أي خيط يمكن أن يعتمد عليها أو تعتمد أو تتكئ عليه الجهود الدبلوماسية لاحتواء الوضع؟ فلنطرق العامل الدبلوماسي. عندما قرر السيد نتنياهو أن يلغي زيارته إلى الأمم المتحدة لأن صليات الصواريخ وصلت إلى تل أبيب، وكان يعني ليس سهلا أن يصل صاروخ من نوع جديد إلى مقر الموساد. نعم. أوكي. فإذا ولكن عاد وأمن أنه سوف يخرج إلى الأمم المتحدة، وقال أنه يعني كلف وزيرا من وزرائه لمتابعة وقف إطلاق النار والمباحثات والأمور الدبلوماسية. طبعا كلف هذا الوزير حتى لا يسأل في نيويورك عن شيء، حتى يدعي أنه هو مسالم وهو لديه وزير كلف لأمور السلام. ولكن حتى هذا الوزير وحتى أمور السلام عندما طرحت الأمور باتجاه وقف إطلاق نار وضع شرطان، هو هذا وضع شرطين هامين يعني لا يمكن الوصول إليهما. أحدهما أن يوافق حزب الله بالخروج من منطقة الليطاني، وهو ابن هذه المنطقة، وهو من يعني سكانه وهو هذه المنطقة، أن تصوري أن يخرج من هذه المنطقة. والهدف الثاني كذلك أن تقول الحكومة اللبنانية بإجراء مفاوضات تطبيع مع إسرائيل، يعني هذان طلبان حتى يوافق على وقف إطلاق نار مؤقت، يعني كما فعل في غزة هو عرقل كل مساعي وقف إطلاق النار في غزة. إذن هو يلتف على مساعي وقف إطلاق النار. نعم. بشكل متعمد وينفذ مخططاته بهدم البنى التحتية في الجنوب اللبناني. صحيح. صحيح، ليس فقط هدم البنى التحتية، هدم الأبنية، هدم يعني والقتل وكما يفعل في غزة. وأعتقد أن هدفه ليس عملية برية فقط، هدفه احتلال جنوب لبنان. نعم. طيب كخبير عسكري، هل ترون أنه فعلا نعيش نذر لاجتياح بري من قبل جيش الاحتلال الصهيوني؟ هل من الممكن أن يغامر بنيامين نتنياهو ويزوج بقوى الاحتلال الصهيوني التي فشلت في قطاع غزة، هل من الممكن أن يزوج بها في نفق آخر، نفق حزب الله؟ يعني طبعا يعني قامت المقاومة الفلسطينية بمقاومة العدو في غزة ضمن إمكانات محصورة وليست إمكانات التي يمتلكها حزب الله، وليس هذا المحور الذي يمتد من والذي رأس حربته جنوب لبنان، ولكن يمتد حتى طهران وأثبت فعاليته. بالتالي القتال في جنوب لبنان ليس نزهة، لن يكون نزهة لدى للعدو الإسرائيلي، والاستعدادات قوية لهذا الاتجاه. وفقط إثبات أن كل ما قام به من غارات طيران لم تنفع معه، 1400 غارة في نهار واحد وسيطرة جوية كاملة، استطاع حزب الله خلال ساعة إطلاق 400 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في ظل هذه الهيمنة والسيطرة الجوية. لذلك الطيران لم ينفع، أعتقد أن هناك هجوم بري، وعسى أن يكون هذا الهجوم يعني بدأ هو استدعى لواءين من الاحتياط حتى يقوموا بيكونوا رأس حربة في هذا الهجوم. هذين اللواءين إذا ما عدنا لسردية بسيطة حصلت في غزة بأنه اعترف في مرات كثيرة بأنه لديه قتلى من الجنود بنيران صديقة. من هي النيران الصديقة؟ هؤلاء الذين خرجوا من الخدمة أكثر من 5 سنوات وهم حاليا في الاحتياط، سيستخدمهم في جنوب لبنان. عسى أن يحاول هذا
العمل. نعم، شكرا جزيلا لكم سيادة الحميد نجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. شكرا على الإيضاح العسكري فيما يحدث على الميدان في الجنوب اللبناني. إذا أستاذ طيفور، أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن استشهاد 40 شخص و80 جريح جراء الغارات الصهيونية اليوم على محافظتي النبطية والجنوب، هذا آخر تحديث من قبل وزارة الصحة اللبنانية. إذن أستاذ طيفور، من نتكلم اليوم عن جهود، أيضا تابعنا ردود فعل من قبل العديد من الدول الأوروبية والدول العربية. الاحتلال ما يزال يواصل عمليات استهدافه للمدنيين بشكل خاص، أيضا تابعنا حديث عن عمليات اغتيال تخص أحد القياديين في الضاحية اللبنانية. ما الذي يهدف من خلاله بمتابعة أو بالتركيز على عمليات الاغتيال، ونعرف أنها عقيدة ثابتة لدى المصادة الصهيوني؟ بالنسبة للاحتلال، الاغتيالات السياسية للقادة بالنسبة إليه ما زال إلى اليوم يعني يوظف هذه الأداة لي إن صح التعبير الفصل ما بين القيادة والجنود كما يعلم. وهذا العملية الأخيرة تاع البنية الاتصالية كان يهدف إلى أقل تقدير في يومين ثلاث أيام أربع أيام القيادة في جهة والمقاتلين أو المجاهدين أو المقاومين في جهة أخرى، ويستطيع هو بعد ذلك أن يقل. هذه قضية أنا أعتقد أنها معركة جزئية. المعركة الكلية على أن الاحتلال الآن يقوم بمهمة للأسف الشديد ليس لصالح الكيان الصهيوني فقط، وإنما لصالح المنتظم الدولي الذي يريد أن صح التعبير يبني منتظم دولي على نفس القواعد السابقة. والتفسير لهذا الأمر هو أن تقييم سنة في ظهور فواعل بالنسبة إليهم أطلقت شرارة الحرية في العالم ككل، وغزة وفلسطين ولبنان أصبحت تعرف بهذه الحالة، ليست فقط في غزة وليست في لبنان وإنما في كل العالم، على أن هنالك حالة اكتشاف سردية قديمة مضللة، يعني عنوانها الدم، عنوانها أحمر. انكشفت هذه كل هذا الشيء، فهم الآن يعالجون بتوظيف هذا الكيان الصهيوني في المنطقة لمعالجة ومحاصرة هذه القوى، أو ما نسميه نحن في العلوم السياسية الفواعل غير الدولتية. هي فواعل أخرى ظهرت في المنطقة، في العراق، في اليمن، في لبنان، في فلسطين. بالنسبة إليهم هذه الفواعل لا تخضع لمنطقة الدولة، وبالتالي هم المستقبل لترتيب الشرق الأوسط بالنظرة تاعهم الجديدة للمنتظم الذي يريدونه في هذه المنطقة الحساسة جدا دوليا. لذلك هم الآن وكأنهم يوظفون هذا الكيان عن هجيته همجيته ويعطيه الحصانة. لذلك اليوم تنظرين اليوم إلى أنه شللت المؤسسة الدولية. نسأل سؤال، ماذا فعلت كل هذه الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في فلسطين وفي غزة، ولي أصلا معالجة المسألة المحكمة العدل الدولية في إدانة وهي مكتملة الأركان على أنها إبادة جميعا؟ ما هو الشيء الذي يفسر هذا الشلل الكبير والكبير جدا؟ في المقابل على كل حال، عندما نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط نجد فواعل دولتية أخرى للأسف الشديد متخاذلة لا تفعل شيئا. اليوم حتى الجامعة العربية لا تتعاطى حتى باجتماعاتها وبياناتها تعشجب الإدانة. هذا يفسر على أن الوظيفة الجديدة لهذه العروش التي تخشى من هذه الفواعل الجديدة التي صنعت حالة في الشرق الأوسط بما يسمى الشرق الأوسط، حالة جديدة بالنسبة إليهم لا تناسب المنتظم الذي يريدونه. ولذلك تجد هذه الدول ما عدا على الأقل أربع دول في مقدمتها الجزائر التي ما تزال إلى اليوم ترافع في المؤسسة الدولية على أن يكون لهذه المؤسسة الدولية دور. واليوم لماذا اليوم القرارات كلها موجودة، حالة الإجماع في الجمعية العامة المتحدة موجودة، الخطابات موجودة، القرارات موجودة، لماذا لا نمتلك الأدوات؟ لأن هناك شلل في مجلس الأمن، لأن هنالك وكأنه هنالك إعاقة للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع الذي بإمكانه أن يمارس القوة العسكرية من أجل توقيف هذا المجرم الذي يريد أن ينشر النار في كل هذه. وأعتقد أن وظيفته ليست هذه الحصانة التي يمتلكها، وهذا إن صح التعبير الصلف اللي راهو
فيه الآن والتقدم السريع نحو الإبادة نحو القتل، هو لا يعرف إلا هذا هذا القصف، لأنه في نهاية المطاف هذه الاغتيالات النوعية الرمزية يريد أن يصنع هذه الحالة الإعلامية الكبيرة على أنني وصلت إلى تحقيق الأهداف، ولكن أعتقد أنهم شركاء، هذا الذي كنت أريد أنه هم شركاء في هذه الحالة، وعلى الدول الأخرى اللي عنوانها اليوم أكثر من 121 دولة في هيئة الأمم المتحدة أنها تنتفض لهذه الحالة الظلم الكبيرة جدا التي ستصل إلى يوم ما. طيب سنعود لهذه الحالة ولا تكثيف عملية الاغتيال الصهيونية لقادة حزب الله، لكن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج خبيث الجزائر. نتحدث اذا في هذا الجزء دائما عن دلالات استهداف الاغتلال الصهيوني لقيادات حزب الله في الضاحيه الجنوبيه. والان الدكتور محمد غليان، هنا تحدث عن الجيل الاول والجيل الثاني من قاده حزب الله، ما الذي يريده بالضبط او ما الذي الرسائل التي يريد ايصالها الكيان الصهيوني باستهدافه هذه الاسماء الثقيله والوازنه في حزب الله مع الاستمرار في عمليات القصف؟ هو هذا الكيان الصهيوني يعني تلميذ غبي، يعني على مدار الفترة أو الحقبة التاريخية المنصرمة لم يتعلم من أخطائه، لهذا هو يحاول عندما يستهدف هذه القيادات أن يفصل القيادة والسيطرة، لكن تبين على مدار الصراع هذا أنه كلما فصل جسم معين عن السيطرة والتنظيم إلا وسرعان ما تعافت هذه المقاومة وخرجت له من جديد، وبالتالي تعود هذه المقاومة تقاوم ضد الظلم. لهذا يعني أشار الأستاذ فاروق يعني على مسألة الفواعل غير الرسميين الذي تسمى في العلوم السياسية فواعل غير رسمية، لولا هذه الفواعل غير الرسمية أو ما يسمى بلغة الإعلام محور المقاومة، لولا هذه الفواعل وما تقدمه الآن لا أصبح المشروع الصهيوني متقدم كثيرا. ولاحظنا قبل معركة طوفان الأقصى كيف تصارعت أو هرولت العديد من الدول لا سيما الدول العربية إلى التطبيع أو اتفاقات أبراهام التي يعني أعلن عنها في عهدة دونالد ترامب. هذا الاتفاق كان يؤسس لجامعة عربية يوجد فيها هذا الكيان عضو في هذه الجامعة، وهو ما يسعى له. كل ما يحصل الآن على لبنان أو على فلسطين أو على المنطقة هو في هذا الاتجاه يصب، من أجل خلق بيئة يعني طبيعية لهذا الكيان غير طبيعي في المنطقة، وليس هذا فحسب، وإنما من أجل إظهار. ولماذا هذا الدعم الأمريكي غير المحدود بالقنابل المحرمة دوليا التي يستهدف فيها المدنيين؟ هو يستهدف المدنيين ولا يضرب المقاومة. لاحظنا في غزة كيف يستهدف المدنيين، هناك حرب إبادة جماعية ومستمرة إلى هذه اللحظة. هي انتقلت إلى لبنان وهو يستهدف وهدد المدنيين بتعبير واضح وصريح، هدد هذا المجرم نتنياهو قال على السكان الجنوب أن يخرجوا من منازلهم لأن حزب الله، معركتنا ليس معكم أيها اللبنانيون، معركتنا مع حزب الله، وكأنه يريد أن يفصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة، وهو هذا ما يهدف له هذا المجرم نتنياهو، يريد أن يفصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة. ولكن التجارب علمتنا أن المقاومة والحاضنة الشعبية جسمان ملتصقان لا يمكن أن ينفصلا. هذه المقاومة هي مقاومة مشروعة ضد هذا الكيان وضد هذا الاحتلال القائم بقوة الاحتلال على الأرض. هو يحتل أراضي عربية، يحتل جزءا من لبنان، يحتل جزءا من سوريا، وبالتالي مقاومته مشروعة وفق القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي لولا هذه المقاومة لا أصبح هناك يعني عضوية جديدة في
الجامعة العربية هذه الدولة المارقة باعتراف كل العالم هي دولة مارقة عضو في هذه الجامعة العربية. طيب سيادة العميد ناجي ملاعب، في ظل تأكيد الاحتلال وانتظار تأكيد من قبل حزب الله، هناك حديث عن عملية اغتيال للقيادي في حزب الله محمد حسين السرور، جيل أول وجيل ثاني من قادة حزب الله يستهدفهم الاحتلال الصهيوني وبالتحديد في الضاحية الجنوبية، هل ما يزال حزب الله مكشوف للاحتلال الصهيوني؟ نتحدث عن قادة وزنيين. نعم، يعني اليوم يعني حزب الله أثناء قتاله في سوريا اضطر بأن يتعاطى مع الأمور العادية والوسطية، بالتالي كان هناك في سوريا عمله مكشوف، وكان قادته يتعاطون في نقل جندي والتدخل في بناء منزل أو كل ذلك، يعني كانت انكشفت معظم قياداته في سوريا، وأصبح لدى العدو الصهيوني أصبح لديه داتا كبيرة من المعلومات حول قادة الحزب. وكذلك نحن في قوى الأمن الداخلي اللبناني بواسطة بعض التقنيات التي نكتشف بموجبها من يتصل من الخارج لتجنيد عملاء على الأرض، كنا نكتشف بعض العملاء في الداخل داخل الحزب، وممكن أن يكونوا استغلوا لوضعهم الاقتصادي، وبالتالي كنا نتعاون مع أمن المقاومة لتوقيف هؤلاء ومنعهم من أن يكونوا فاعلين. ولكن عندما يتصرف حزب الله من دون العودة إلى الأجهزة الرسمية، ليس لديه كامل ليس لديه التقنية الحديثة التي لدى المخابرات أو على شعبة المعلومات أو أمن الدولة، يعني لا يستطيع الكشف. وبالتالي دائما كل حزب يبعد عن السلطة، يبعد يعني لوحده، عنده ناس عملاء يمكن يكونوا مخترقين بهذا الاتجاه. طبعا هذا الموضوع يؤدي إلى انكشاف، وهذا الانكشاف يؤدي إلى إضعاف. هل الوقت في صالح حزب الله لسد هذه الثغرة أو هذا الانكشاف الذي يتسبب باغتيال قادته تباعا؟ إذا ما بقي مصرا على إجراء التحقيقات بنفسه وداخل حلقة مقفلة، يعني قد يكون مخترق، المخترق لا يستطيع القيام بتحقيق ويصل إلى نهاية. اليوم يجب أن يكون هناك تعاون مع الدولة، مع أجهزة الأمن المختصة، مع الأمن السيبراني الموجود لدينا، بالتالي ممكن أن نصل إلى نتيجة تستطيع وقف هؤلاء العملاء حتى لو كانوا خارج لبنان، وكذلك نستطيع التعامل مع الدول التي أرسلتهم. مثلا هذه الشركة التي صنعت جهاز البيجر، نعم هذه الشركة، يعني إذا كانت تحقيق مشترك وثبت لدى الدولة من أين وكيف، الدولة التي صنعت هي مسؤولة، والدولة التي وردت عليها أن تجري عينات على كشف على عينات من هذه البضاعة التي تورد باسمها إلى الخارج. فبالتالي كل ذلك ممكن، ولكن إذا ما كان هناك تعاون مع الدولة هذا ممكن وقف الاختراقات بهذا الاتجاه. نعم. طيب أستاذ طيفور، هناك من يعتقد أيضا أن استهداف القادة بهذا الشكل مع استمرار عملية القصف المكثف هو محاولة الدفع بحزب الله لإخراج كامل أوراقه في هذه المرحلة، وهو ما يريده الاحتلال تحديدا، هل تتفق مع هذه الأطروحة السائدة الآن؟ هذه أطروحة أعتقد أنها يعني صائبة. لماذا؟ لأنه ما العملية الأولى اللي يعني قام بها الكيان الصهيوني هو وكأنه يريد اختبار قدرات حزب الله في المعركة القادمة، إلى أي مدى يمكنه أن تكون تتحول حالة الإسناد والإشغال التي كان يقوم بها للمقاومة في غزة، أنها تتحول إلى فعل يعني معركة حقيقية، إذا ما تبين بعد ذلك أن حالة الفشل كبيرة وكبيرة جدا في غزة، وبالتالي هي نهاية هذا الكيان الصهيوني. هذا أولا. الأمر الثاني هي أيضا تريد أن تكتشف من خلال اختبار القدرات أين هو موجود سلاح حزب الله، أين هي الصواريخ، أين هي التلسانة العسكرية.
العسكرية أو سميتها ساعة البنية التحتية العسكرية للكيان لحزب الله في لبنان وفي جنوب لبنان. وهنا لا أعتقد أن القضية متعلقة بجنوب لبنان فقط، وإنما هي متعلقة بلبنان ككل. فلبنان كله يعاني اليوم وهو في حالة أزمة، حالة إفلاس، حالة إن صح التعبير ذهاب يعني الدولة بمكوناتها الأساسية. ولذلك أعتقد أن حزب الله الآن ليس هو المستهدف فقط كفاعل أساسي في الإسناد. هناك المقاومة الإسلامية أيضا موجودة في لبنان وهي فاعل من هذا الفواعل. فكل تلك الفواعل هي مستهدفة الآن من أجل ترتيب المنطقة فيما بعد الحوار حول ما نسميه يعني النووي الإيراني الذي بدأت المحادثات في الولايات المتحدة الأمريكية الآن. أعتقد أنه ملفات كثيرة يعني مرتبطة يعني أغلقت أغلقها طوفان الأقصى بقوته، بحالة يعني جديته، وأيضا بحالة الإذلال التي حدثت للكيان الصهيوني من خلال انكشاف عديد المشاريع أو توقيف مشاريع التطبيع وانكشافه أيضا عسكريا على أنه ليس ذلك هو الجيش الذي لا يقهر، أن قبته الحديدية ممكنة الاختراق. فهو في حال الانكشاف الأول هو انكشاف الكيان الصهيوني الذي كان خامس جيش في العالم ويمتلك كل الأسلحة و200 رأس نووي وهكذا. بمعنى حالة الانكشاف في المنطقة كبيرة وكبيرة جدا. هناك من يريد أن يسطر إن صح التعبير عيبه أولا، وفي نفس الوقت يكتشف عيوب الآخرين ويحاول بعد ذلك أن يرتب الأمر أورا. لذلك فالاغتيالات هذه التي يعني يقوم بها الكيان الصهيوني وحلفاؤه والعملاء الموجودين في المنطقة العربية الذين يعطون المعلومات، يعني لابد أن لا ننسى على أنه الصواريخ اللي كانت تجي من العراق ولا تجي من اليمن كانت تواجه بصواريخ عربية يعني موش يعني ما لازمش ننساو يعني لأنه مين راح تجي هي تجي مباشرة راح تجي عن طريق كذا. فلذلك هذه كل هذا الباكيج كما يقولوا تاع الملفات الموجوده الان هي مطروحه لهل يمكننا ان نصل الى وقف اطلاق النار، وبالتالي قبل ان نصل الى هذا الاطلاق وقف اطلاق النار ونصل ايضا الى توقيد هذا الشلال تاع الدم الموجود في المنطقه، هل يمكننا ان نسترجع المنطقه بعد ذلك من جديد في اطار اي صفقه يمكن ان نحدثها؟ فالصفقه ليست فقط متعلقه بالاسرى التي نسيت او متعلقه بالانتصار على حماس او حزب الله اللي هي راهي الان في، وانما تغيرت بعض بنك الاهداف. اعتقد انه صرت فيه اكتواليزاسيون، صرا فيه تحديث، صرا فيه تحديث من اجل انه يعني انه هذه الحرب ولا هذه الاعتداءات الموجوده في المنطقه اذا كان رايحين الى ممكن صفقات معينه او تفاهمات معينه كيف يكون بعد ذلك الوضع من اجل منظومه دوليه جديده نريدها نحن ان تكون على القواعد تاعنا اللي نديروها احنا وليس القواعد تاع الاطراف الاخرى التي دخلت كفواعل ولا هي ان شريكه في صناعه المنظومه الدوليه الجديده. ولذلك المؤسسه الدوليه الان الكبيره اللي هي الأمم المتحدة، لذلك نتحدث عن عملية إصلاح حقيقي للأمم المتحدة ولله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ندخل إلى مرحلة جديدة بهذه المؤسسة المشلولة التي لا تملك الأدوات لتجسيد قراراتها. نعم. طيب وهنا ربما هو مربط الفرس. دكتور محمد غليان، في المغادلة أو في المشهدين الغزي واللبناني، في غزة أسرى مقابل أسرى هكذا المفاوضات، أما في المشهد اللبناني فهي يريد الاحتلال الصهيوني عودة المستوطنين إلى الشمال من أجل إعادة النازحين اللبنانيين الذين فروا من هذا القصف الكثيف والدموي إلى الجنوب اللبناني. ومن المستحيل كما تشير المعطيات أن يوافق حزب الله على ذلك. إلى أي مدى يمكن أن تكون أو توضع حدود للتهدئة التي يتحدث عنها كيربي؟ يقول أنه يسعى إلى 21 يوما لوقف إطلاق النار. لا أعتقد أن هذه التهدئة التي يروج لها الفواعل وعلى رأسهم الولايات المتحدة لا. من خلال إصدار البيان المشترك للدول التي عقدت هذا الاجتماع، لا أعتقد أنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي نفى استلامه أي ورقة بطبيعة في هذا الحال الشأن. لأن المقاومة حددت أن التهدئة لا يمكن أن تتم إلا بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني. وقف الحرب على الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال سوف تتوقف الأعمال أو ستتوقف عمليات إطلاق النار من قبل الجبهة اللبنانية ومن قبل أيضا جبهة الإسناد اليمنية التي ننساها. حتى الجبهة اليمنية يعني واضحة في ذلك،
عندما تقول يعني وقف الأعمال وقف الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، بطبيعة الحال سوف نوقف أعمال الاعتداءات على الكيان الصهيوني، هذا مقابل هذا. لهذا لا أعتقد، برغم من أنه هناك حراك دبلوماسي ولا نقلل من أهمية هذا الحراك الدبلوماسي من أحرار العالم والناس يعني الجادين من أجل إيقاف هذه الحرب، لا نقلل من أهمية هذا الحراك، ولكن مربط الفرس هو الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. إذا ما توقفت هذه الحرب، وبالتالي سوف تتوقف كل الحرب المنتظرة، هي واسعة وإقليمية، والعالم لا يريد قطاع غزة، العالم لا يريد هذه الحرب الإقليمية التي يتهور هذا مجرم الحرب نتنياهو من أجل خوضها لمصالح شخصية ولمصالح الدولة العميقة في هذا الكيان، والدعم اللامحدود من قبل الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العالم كله لاحظوا عندما استقبل هذا مجرم الحرب في الكونغرس الأمريكي كيف يصفقون له وكيف يخطط لهذه المنطقة، وبالتالي هناك دعم غير محدود. الحرب لم تعد فقط على الشعب الفلسطيني بل توسعت إلى الجبهة اللبنانية، وهذا ربما يتهور ويقدم على اجتياح بري سواء محدود أو غير محدود، لكن هي ليست نزهة. لبنان ليست هي طبيعة قطاع غزة، طبيعة قطاع غزة منطقة ساحلية وسهبية، منطقة يعني وعرة وجبلية، والمقاومة أعدت في الجبهة اللبنانية أعدت على مدار 30 عاما من التجارب، أعدت له العدة، وهي تتمنى أن يجتاح هذا المجرم ويتهور في دخول بري إلى لبنان، لأنه لا يمكن أن يلقى إلا القوة الصلبة من قبل القيادة المقاومة، من قبل المقاومة اللبنانية، وبالتالي هم يهدفون من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تلطيف أهداف نتنياهو مجرم الحرب من أجل أن يفصل الجبهة الشمالية عن إسنادها للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا مرفوض، وصرح به الأمين العام لحزب الله أن إيقاف الحرب على الشعب الفلسطيني مربوط بإيقاف الحرب من الجبهة الشمالية، إيقاف الأعمال وعودة النازحين والمفاوضات ليست مع حزب الله، هو يصرح الأمين العام المفاوضات ليست مع حزب الله المقاومة اللبنانية، أما المفاوضات مع قيادة المقاومة في غزة، وبالتالي هي التي تفاوض. هم الآن نسوا أن الحرب الإبادة هي على الشعب الفلسطيني، ووسع هذا الحرب هروبا من فشله الذريع الذي وجيشه الذي يتكبد كل يوم خسائر كبيرة في قطاع غزة بالرغم من محدودية المقاومة وإمكانياتها المتواضعة، فما بالك إذا توسع وغامر وفتح جبهة في الشمال، وبالتالي الأمور ذاهبة إذا ما استمر هذا العناد الصهيوني في الذهاب وتوسيع الحرب لتكون حرب شاملة على لبنان ومن ثم حرب إقليمية. هذه الأمور سوف يعني لا يمكن أن تحمد عقبها. لنرى رأي سيدة العميد ناجي ملعب، هل من الممكن أن نضع حدود زمنية لهذا العدوان على الجنوب اللبناني؟ يعني عندما يضع نتنياهو سقفا عاليا صعب تحقيقه وهو عودة آمنة للمستوطنين، يعني إذا كان يريد تنفيذ هذا الهدف كما وضع هدفا في غزة وتحت ستار هذا الهدف المعلن هناك هدف خفي هو البقاء في غزة، أعتقد أن يمارس نفس الموضوع في لبنان. هو قال أننا أمام عملية محدودة، وهكذا قال في غزة، أننا أمام عملية محدودة لإنهاء حماس ليس أكثر، ولكن شاهدناه أنه بدأ يتدحرج من الشمال إلى المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، آخر شيء يعني كان هناك حتى عدم موافقة أمريكية معلنة، أكثر من مش سرية، معلنة أنه لا دخول إلى رفح، رأيناه يدخل إلى رفح ويبقى في كامل غزة، بالتالي بحجة عودة آمنة ولن يستطيع تحقيق عودة آمنة، أعتقد أن الأمور طويلة ولا سقف زمني لتدخله في لبنان طالما أنه
ينال هذا الدعم الأمريكي غير المسبوق بقذائف نوعية. إحدى هذه القذائف تخرق يعني طولها 7 أمتار، قوتها الانفجارية 2000 رطل، وعندما تخرق 30 متر من التراب و6 أمتار من البطون المسلح، وعندما تخرق تنفجر في الداخل وتحدث فجوة بمقياس ريختر، فجوة صوت زلزالي، ارتجاج زلزالي بمقياس 3.6 على مقياس ريختر. يعني هذا الإجرام ليس ضد مكان يختزن فيه حزب الله أسلحته، هذا ضد أبنية وشوارع وأحياء بشكل كامل في الجنوب اللبناني وفي شرق لبنان. نعم، هناك سيد العميد ناجي ملعب من يؤكد أيضا أن الاحتلال الصهيوني يستعرض بأسلحته أو آخر الأسلحة التي يملكها في قطاع غزة أو في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني، هل توافقون على ما تشير إليه العديد من التقارير؟ طبعا هذه الأسلحة يعني صنعت في الولايات المتحدة وتجرب هنا، طبعا هذا حقل تجارب للأسلحة وكيفية يعني نتائجها وتداعياتها وكل ذلك. طبعا F-35 يعني لم تجرب في أماكن كثيرة، ولكن اليوم جربت في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران بقصف مكان وجود سيد إسماعيل هنية بواسطة F-35، يعني لديها طاقة كبيرة في الدخول في الخروج إلى مسافات كبيرة وتعبئة الوقود في الجو جربت. وكذلك هذه الأسلحة التي جربت حديثا، يقال أن هناك بعض المواد النووية في بعض الأسلحة، هذا يخضع لتحقيق إذا ما سمح بتحقيق دولي إذا كان استخدمت هذه المواد، ولكن نعم هناك حقل تجارب للأسلحة الأمريكية. نعم، إذن قبل أن نختم أستاذ طيفور، تحدثتم بشكل كبير عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن من أجل تحريك الهيئات أو المنظمات الدولية من أجل كبح جماح الاحتلال الصهيوني. هناك دعوة في المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة قادة الاحتلال، لكن لم نرى شيء لحد هذه اللحظة. في ظل استمرار هذا السكوت وهذا الصمت، إلى أين يتجه المشهد في الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد أن المؤسسة الدولية في حالة امتحان كبيرة وعسيرة، وتمر بمرحلة عسيرة جدا على اعتبار أن هل يؤسس لقانون الغاب؟ من يملك سلاحه؟ من يملك القوة؟ يمكن أن يفعل ما يشاء؟ أنا أعتقد أنه في نظرة تفاؤلية على أن حالة التحول الموجودة التي رافقها، يعني كانت حالة التحول الموجودة في الحرب الروسية الأوكرانية، ثم بعد ذلك طوفان الأقصى والتفاعلات التي تحدث في المنطقة وفي كل العالم، وحالة الحراك الذي لا يجب أن نغض عنه الطرف في العالم ككل في حالة الحرية التي يريد هؤلاء الكبار أن يخنقوها في 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 زمن قصير جدا، لأنها لا تساعدهم على بناء منظومة جديدة عالمية. لذلك فالإصلاح لابد أن يتم من خلال هذه الدول التي تناصر الحرية وتناصر السيادة وتسهر على الأمن والسلم الدوليين الذي ضيعته الأمم المتحدة وبالتمويل الذي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية. لكم الدكتور فاروق طيفور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا. أشكر الدكتور محمد عليان أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أيضا، والعميد نجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام، ختم هذا الغد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير في أمان الله.